مرحبا بكم من السيركول كالعادة ما فيديو جديد مفعول جديد مباراة ترجر في تونسي ونادي ريفس في اقصي تتهيب يفوز الترجي بواحد من قبل صفر هدف محمد من توكايف. ترجر في تونسي يفتتح الجولة نتاعو بكلفة نقاط مهمين كالعادة. باش نحكيو على المباراة مردود اللاعبين التكتيك اللي قام بيه سيرفيش عادي والتغييرات اللي قام بيهم. جلوبالمون كانت مباراة مستحقة للترجر في تونسي. ترجر في تونسي استحوذ على الكرة في البريمير ميتون أكثر من نادي ريال صفاقس بنسبة 70%. لازم نقول لك البوتو جاء عن طريق ركنيات وذكا هو لأن نحبه ونحب الترجي في تونسي تزيد تخدم عليه. أك الركنيات ولا الكفرانات راهم يبدلوا المجرى بتاع اللعب، حتى لو كان يبدا الأدفرسير بتاعك عامل عليك بريسون يلعب خير منك والإفكتيف نتاعو أقوى منك من كورنير ولا حتى من كفران تنجم تحقق به نتيجة إيجابية. بالنسبة لك كان بالنسبة للدفاع كان الحمد لله إكيليبري، مالوغزمون بلال شبار كان يقوم بشوية أغلاط باللي يخرج مع يخرج مع وقت اللي يجيب يخرج من البلاصه نتاعو باش ياخذ الكره اللي خلى الترجي التونسي ما تكونش اكيليبري في الدفاع. كيف كيف زاد كان يكسر في التسلل، الحكم نتاع الرايه ما فاقش به الوضع هذاك. لازم نقول لك باللي زاد الترجي التونسي خرجت رشاد العافيه ودخلت زياد مشموم، منها تطمين على الجهه الدفاعيه باش تحاول تخلي نادي الصفاقسي ما تعدلش وتحاول زاد زياد مشموم يقدم على الباك. زاد خلى كما قلت لكم بلال شبار لعبوا في الديفونس في بلاصه الشتي، محمد امين بن حميده كيف في الميليو يقدم مردود محترم. إذا يوالا من نسيم الخليفة الحق، نسيم الخليفة شفت فما تحرك قاعد يقوم به، قاعد يتحرك بين الجوارات، قلقهم شوية، خلق فرصة من مالوغوزمون ما كملتش من فاروق الميموني. فاروق الميموني شفناه في دقائق 60 وفي دقائق 70 اللي ما حطيناش في مخاخنا باللي باش يحاول يدخل، سورتو دخل وقدم مردود بالحق محترم، شاط شوطة باهية نجم يصنع اللعب. كيف كيف زاد فادي بن شوقو على دي مرزوقي دخلهم في الدقائق الاخرانيين، منها يربح الوقت في المباراه. كيف كيف زاد منها يحاول باش يصنع الفارق ويحاول زاد باش يطمن النتيجه. بالنسبه للترجي في تونسي كان منظم، كان منظم من الهجوم من الدفاع للوسط للهجوم، كانت الكره نتاعو تمشي كما قلت لكم من الوسط للهجوم، كانت الترجي في تونسي منظمه. الكورنرات اللي قامت بهم مالوغوزمون ما كملوش، مالوغوزمون ما كانش فما اكاجو جوار لافونسون تاعك اللي يحاول يطلع بشي اللي يحاول يطلع بشي يخوك الكرة فيك اللي هو موسى كوناتي. السيل كل تغشت بلي ترجر في تونسي ما حطتوش في القائمة بتاعها لعدم الجاهزية نتاعو. لازم نقول لك راه دافيد كوفي وفريسوس بوا راهم حاضرين وراهم يخدموا وراهم في الاحتياطي، دخلهم شي سيرفيج عادي ما دخلهمش. معناها انت كيفاش تحب لاعب ما تجهز بدنيا، تحب تدخل طول في الاحتياطيين وتحب تدخل طول في التشكيله الاساسيه، وكيما يعجبك المردود نتاعو تقوم تحكي عليه في الفيسبوك. هذا الكل بالنسبه لي انا تكيو على جنب. سيرفيج عادي قاعد يخدم في حاجه باهيه اللي هي شنو اللي هي حتى كي مساكون تيمشي يحاول يدخل في التشكيله الاساسيه وباش يكون عنصر اساسي في الترجي التونسي، يحاول باش يخلي نسيم الخليفه يعرف باللي هو الاحتياطي الاول ليه، يعرف باللي يحاول باش يخلي نسيم الخليفة هاك الوقت اللي قاعد يحضر فيه موسى كوناتي الجاهزيه البدنيه نتاعو يرقى روحه الاحتياطي الاول، يعرف الامكانيات نتاعو شنو اللي يقدم شنو اللي ما يقدمش. خاطر نسيم الخليفه الحق مش على خاطر مرت البوطو الاول نتاع الاتحاد قلنا صاير. بالنسبه لي انا نسيم الخليفه هاك مباراه الاتحاد اللي فات واحد بلاش، بالنسبه للترجي في تونسي كانت الحق مباراه نتاعو خايبه على الاخر وكان المردود نتاعو اقل من المتوسط، مي بالنسبه للمباراه تافيا كان مردود باهي صحيح ما ماركيش اما خلق فرص، قلق الديفونسارات، حاول ياخو، حاول يصنع، عدى باسات باهيين ماهمش خايبين، هذاك هو اللي حاشتنا بيه. بالنسبه لغيلان الشعري اللي كيف كيف زاد والحمد لله، القنيه موجود في الديفونس، القنيه موجود في المليون، كوليبالي ولا محمد امين بن حميد ساعات عندهم غلطات طفيفه اللي هي شنيا؟ اللي هو يخرج لك بالكوره معناها يخرج من البوست نتاعو ويحاول يدخل ويحاول تتوغل، مما لوغزمون ما عندوش هكا الكونديسيون فيزيك اللي باش يحاول يتعدى منها الديفونسور. بالنسبه للترجي في تونسي ايوانا زاد خلق اللاعب صنع اللاعب بالكدا بالكدا، مي مالوغوزمون ما حالفوش الحظ في التسديد. كنا معاك وبإذن الله الماتشات الجاية تحاول تمركي وتحاول تسجل. بالنسبة للترجي في تونسي كي دخلت النيموني كي دخلت منشو كي دخلت المرزوقي التغييرات اللي كانوا مبكرين الحق كانوا 60 و70 و80 وذاك هو اللي حاجتنا به وذاك هو بالنسبة لي أنا اللي نحبه، على خاطر كي دخلوا في دقيقة 80 ولا دخلوا في دقيقة 82 بالكليفة 80 ما عادش عنده كالموتيفاسيون فيك، معناها كي باش تدخل أنت 6 دقائق ولا 7 دقائق ماهوش يضيع بيا اللعبة هو يقولوا باش يضيع بيا الوقت وذاك هو باش يعمل بيا حاجة أخرى. كي دخلوا أنت دقيقة 60 معناها عندك أمل باش تحطوا فيه
بالنسبه للترجي في تونسي مازالت ما جربتش دافيد كوفي ومازالت ما جربتش غريش اسبوع، مي ميسالش نحن نستناه وحسب الخطه تكتيك نتاع سيراف جايدي اللي كانت 3 5 2 لازم نقول لك بعد الحمد لله 3 5 2 كانوا واقفين مباراه 90 دقيقه من غير ما نكذبوا على بعض. ترجي في تونسي كانت منظمه دفاع وسط هجوم، هجوم كان فيه شويه خلل مي سافا. بالنسبه للمليون اكل 5 مليون فوق قعدوا واقفين، 5 مليون فوق صحيح ارتكبوا اخطاء اما الحمد لله قعدوا واقفين 80 مينوت، معناها كان تقعد الخدمه هذه تقعد حتى تقعد حتى للكوب دافري هي حاجه هنا ياسر. جلوبالمون الحمد لله على الانتصار وكيف بوانيت مضمونين للترجي الرياضي التونسي، وما زالت مباراه قدام نادي ريف صفاقسي نهار السبت من ساعتين ونص. هذا هو اخر الفيديو، ما تنساليش لايك واشتراك، وعدنا ان شاء الله في الفيديو الجاي. اذا كان فما غلطه ولا فما حاجه تنجموا تصلحوا لي في الكومنتات، ديما ناخذ ارائكم وديما نقرا فيهم الحمد لله. كان فما حاجه تصليح ولا فما حتى غلطه يزيد تنجموا تصلحوا لي، انا نقبل الاغلاط اللي يجيني، نقبل الاغلاط اللي يعطيني.